عرفتي؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. معكم عبد الموز. طيب جيت نحكي على واحد السيجي هكذا اللي راه منتشر بزاف في الجزائر واللي هو الاقصاءات تاع البار. هكذا من الاقصاءات تاع البار يعني سمعنا ناس كبيرة، ناس بزاف اللي صاروا واحد روطار كما نقولوا روطار 3 مينيت 5 مينيت ولا 10 مينيت. انا واحد منهم، انا قصرني روطار بخمس دقائق. جيت ندخل قال لي ما تدخلش، قلت له لا، قال لي قانون يرحم بابا 5 دقائق 5 دقائق تمر لحياتك. ها معاك الباب 3 خطوات. هذا العام قلت بربي ان شاء الله نجيب نفرع العجوز، فرع العجوز وبعد ها اسمع لي بابا اسمح لي يما ما قدرتش نفرح والله الغالب والله تسمحولي دمرتوني. 5 دقايق راحت، 5 دقايق قلت لي ما كان والو مالي ناش. انا اخي تقدر تقول مثلا تشوفني هكا طفل ولا تقول جنس خشين، تقول جنس خشين تقول ما نخليهوش ما يديرش ما يرجع فرايا ما عليناش. وهذا الطفل هذه ما خليتها يا عجب يا ربي ما كان في عقلكم حتى رحمة. جاء رئيس العلاقة مش ناس كيف كانت تدير وزيد ناس كبير ناس بزاف ناس بزاف اللي يهم زعي السؤال يا كيف يعني من كيف جاتك هذه 5 دقائق حكاتني بنايا شفني زوالي كون جيت ولد فلان وفلان كون معليش كون يدخل للمار حتى لو طلب المساعدة. والله راه حرام عليك والله يا رحمن حبيت نوصل ميساج برك لهذو الجماعة الكبار من بوتفليقة والله انا ما نقول لك من بوتفليقة والله انا خير اضطر بخمس دقائق اتفهمني اضطر بخمس دقائق ساعدتوني ودمرتوني حياتي الناس كبيرة كبيرة بلا ما نذكر الاسم الاسامي الله يسير داروا البلاد اضطر بخمسين سنة لا مكانش لي قصير لا خلي خليك تتجاوب قبل ما نروح خير جمعت هذا ولا انا عقدت في زير من عملي بس في سقيم ان شاء الله يوصل ميساج بوليسي ورئيس تتم في تما والعساسة اللي تلوش تما وضار تما نوكل عليكم نهار يجي نهار تصراكم كما صراحي يصرا لولادكم سيفك تدفعكم قبل ما نروح خليكم على الفيديو هذا وتشوف هذا اللي الجماعة لابوليس اللي جايبينهم على جنب جايبينهم على جنب ما تلقاش مشاكل وجايبينهم كيف يعاملوا الناس خليكم على هذا الجو سلام. Les retardataires. Vous allez où? Allez au lycée Samsung. On ramène. Vite foncez. Un candidat au bac, transporté par la police. En Harley Davidson, s'il vous plaît. Au total, rien qu'à Séoul, 550 motos et voitures de police et 300 véhicules de pompiers sont réquisitionnés ce jour-là. C'est tout un pays qui se mobilise. Les bureaux ouvrent une heure plus tard pour limiter les embouteillages et les avions ont interdiction de survoler la ville pendant l'épreuve orale de langues étrangères. Pour limiter le bruit. Tu vas réussir. Merci monsieur. T'as rien oublié? Allez, bonne chance. Devant chaque centre d'examen, un comité d'accueil, les galopos et aide-honneur.